ما المتداول ما بين المواطنين بالقرب من هذه الكنيسة في منطقة الجيزة؟ ما هو متداول أن هناك عدد كبير من الوفيات، ولكن لا يمكن تقدير هذه الأعداد، خصوصا وأن وزارة الصحة حتى هذه اللحظة أكدت أنه جاري حصر عدد الوفيات. الرئيس عبد الفتاح السيسي فور علمه ب يعني هذا الحريق قام بإصدار بيان، وأيضا قام بالتواصل مع البابا توادروس الثاني، وأكد في اتصال هاتفي معه مساندة الدولة المصرية للكنيسة في ذلك المصاب الأليم، وأنهم يعني يتمنون كامل الصحة للمصابين. وزير أو محافظ الجيزة وصل إلى موقع الحريق قبل ساعة من الآن وعاين موقع الحريق، وأيضا وصل إلى مستشفى إمبابة ومستشفى العجوزة، حيث عدد المصابين الذين وصلوا إلى 55 مصاب بين المستشفيتين، وقام بصرف إعانة للوفيات وصلت إلى 50,000 جنيه مصري و10,000 جنيه مصاب. سنتابع الحريق خلال الساعات المقبلة، ولكن نؤكد على أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل حتى هذه اللحظة، وأن هناك كردون أمني أمام الكنيسة وفي يعني هل تم السيطرة على الحريق هذه كريم؟ الكنيسة بالإضافة أيضا نعم صلاح، تم السيطرة بشكل كامل على الحريق، ويعني لا زالت هناك عدد من سيارات الإطفاء تتواجد بجوار الكنيسة حتى لا قدر الله إذا ما يعني اشتعل الحريق في أي لحظة يكون هناك سيطرة بشكل كامل، بالإضافة أيضا إلى وجود عدد من سيارات الإسعاف لا زالت حتى هذه اللحظة متمركزة بجوار موقع الحريق. طيب، كيف رصدت أو رصدت مشاعر المواطنين جراء هذا الحريق؟ في الشارع المحيط لكنيسة أبو سيفين بإمبابة وجدت عدد كبير جدا من المواطنين، سواء مسلمين أو حتى مسيحيين، كانوا يتواجدون ويتواسون ببعضهم البعض جراء هذا الحدث الأليم. صلاح، نحن الآن في عيد أو في صوم العذراء، وهذا الصوم به صلاتان، يوم الأحد في 8 صباحا من كل أسبوع يصل المسيحيون إلى الكنائس من أجل أداء هذه الصلاة والتي تمتد لثلاث ساعات، وربما لانقطاع التيار الكهربائي حاول حارس هذه الكنيسة أن يمد التيار الكهربائي حتى لا يتأذى المصلون أو لا يشعرون بدرجات الحرارة المرتفعة، وهو ما حاول أن يقوم بتشغيل عدد من المولدات الكهربائية، ولكن جراء ذلك وبحسب شهود العيان حدث الحريق لا يعرف السبب حتى هذه اللحظة. ننتظر بيان للنيابة العامة التي ستؤكد قطعا وبما لا يدع مجال للشك أسباب الحريق الكامل خلال الساعات المقبلة، ولكن المشاعر هنا جميعها تتسم بالحزن، هناك حالة حزن شديد من قبل المسيحيون والمسلمون المتواجدون في هذه المنطقة، ولكن أيضا هناك تجمع لعدد من المسيحيين يتجمعون ويتواسون ويعني يتبادلون التعازي في مصابهم الأليم، خصوصا وأن المصابين وصل عددهم إلى 55 وجاري حصر عدد الوفيات.